من الأسئلة أيضا عنوان السؤال: مصليات النساء في الحكم الشرعي، في الحكم الشرعي الفقهي. السؤال: هل مصليات النساء تأخذ نفس حكم المساجد؟ هذا هو السؤال. هل مصليات النساء تأخذ نفس حكم المساجد؟ الجواب: الآن عندنا مصلى النساء، هل هذا المصلى الذي موجود الآن يأخذ حكم هذا المسجد أم لا؟ الجواب: نعم، تأخذ مصليات النساء حكم المساجد إن كانت بنيت مساجد لتصلي بها النساء. إن كانت هذه المصليات بنيت مساجد لتصلي بها النساء، نعم تأخذ نفس حكم المساجد. مثلا لا يجوز لصاحبات الأعذار الدخول في هذا المسجد، في هذا المصلى، بما أنه مسجد. ولاحظوا، إن كانت بنيت لتكون مساجد للنساء لتصلي بها، يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى نخرج الأماكن التي ما بنيت أصلا لتكون مساجد. أحيانا تقع مثلا في بعض المراكز مثلا أو المحلات التجارية وما شابه ذلك، تبنى غرفة، يعني يبنى مجمع كامل ثم تخصص غرفة للصلاة، صح؟ هذه لا تأخذ حكم مسجد. تلاحظ أحيانا بعد سنوات عديدة غير ذلك المكان، وأصبح ذلك المكان مخزن أو محل تجاري، وحول المصلى إلى مكان آخر، لأن هذا ما يأخذ حكم المسجد. هذا أصل من بني كيف؟ يعني يكون بني المسجد، يعني هو الآن بني كإحرام، كحرم مركز مثلا كامل، بني كمركز تجاري أو كمبنى دراسي ثم أو كمبنى حكومي ثم خصص جزء، هذا الجزء ربما ينقل إلى مكان آخر، إذن هنا لن يبنى ليكون ماذا؟ ليكون مسجد، فهذا حكم آخر.